اللهم يا الله، اللهم ارزقنا صدق الأخوة لبعضنا البعض، فلا نظلم ولا نخذل ولا نحقر يا الله. اللهم املأ قلوبنا بحب المسلمين، بحب المسلمين، واجعلنا ممن يفرح لفرحهم، واجعلنا ممن يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، ويدعو لهم ويدعو لهم ويدعو لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشكر لولي أمرنا رئيس الدولة خليفة الخير على حسن بذله وعطائه وكرمه وإحسانه. اللهم إنه رأف بالقريب والبعيد، رأف بالقريب والبعيد، اللهم فرأف به، اللهم فرأف به واملأ جسده وروحه بالعافية، واملأ جسده وروحه بالعافية. اللهم اجعل هذا العطاء سببا في حفظ أمن هذه البلاد، اللهم اجعل هذا العطاء سببا في حفظ هذه البلاد ودوام أمنها وأمانها يا رب العالمين. اللهم من علينا وعلى المسلمين والمسلمات بنعمة العافية والأمان، بنعمة العافية والأمان في الأبدان والأوطان، في الأبدان والأوطان. إلهنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا شؤم المعاصي والذنوب، اللهم اكفنا شؤم المعاصي والذنوب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك، وإنا من المسلمين، وإنا من المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم، وارحم من تمم، اللهم وارحم من انتقل إليك من حكام الإمارات، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعلهم جميعا في رحمتك، في رحمتك، في رحمتك، وفي بحبوحة جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين، خذ بأيديهم إلى كل خير، خذ بأيديهم إلى كل خير، واكفهم بكفايتك كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق القائمين على هذا الجامع، اللهم اشكر لهم حسن صنيعهم، اللهم اشكر، اللهم واشكر لهم حسن بذلهم وصبرهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لشكرهم والدعاء لهم يا الله، فإن
إنه من لا يشكر الناس لا يشكرك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه